الله أكبر. آخر سؤال كده. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله. اللي بالنسبة للأخ اللي سأل على مسألة القايمة. أيوة. القايمة في الزواج. أيوة. هل القايمة دي يعني إذا كان بين الشخص يعني أراد إنه يطلق زوجته. أيوة. القايمة دي يعني تأخذها كلها بكل مكتسباتها. هي مهرها. هي مهرها. القايمة عندنا في مصر مشتملة على شيئين. نعم. شيء بتجيبه البنت. نعم. المطبخ وخلافه. والشيء بيأتي به الزوج. نعم. الغرف. كل هذا هذا الذي يأتي به الزوج هو مهر البنت. هو مهرها. نعم. فإذا طلقت هو مهرها. هي حاجتها. حتى مكتوب فيها أن الزوج مستأمن عليها. نعم. حتى بالحاجات اللي جابها هو. ما هي مهرها يا أخي. مهر الزوجة. هذه الحاجات مهر الزوجة. مهر الزوجة قد يكون نقدا فلوس عد، وقد يكون عينا سرير دولاب نجفة. تمام. تمام.